هذه أحاديث منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، يعني أشرف الاستغفار وأفضله أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يوم من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقول سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فتقر لله عز وجل بلسانك وبقلبك بأن الله هو ربك عز وجل.